جربت متعة العيش مع الأسماك لدقائق؟ ستجذبك الألوان والكائنات البحرية الجميلة، لكن كل شيء بثمن، حيث يواجه الغواصون تحديات عديدة، أهمها ما يسمى سكر الأعماق. يسببه الاستنشاق من الأسطوانة تحت عمق 100 قدم، وقد يسبب في بعض الحالات فقدان التحكم بالجسم، فقدان ذاكرة قصير المدى، ومشاكل في الأعصاب وهلوسة. تحتوي بعض أسطوانات التنفس على عدة غازات، أبرزها النيتروجين، الأكسجين، والهيليوم. يسبب استنشاق هذه الغازات معاً الهذيان تحت ضغط معين، كما أن تسمم الأكسجين من الحالات التي قد تصيب الغواصين أحياناً، والذي يحدث عندما يمتص الجسم كثيراً من الأكسجين، مما يسبب مشاكل في الأعصاب أو الرئتين، وفي حالات حرجة قد يؤدي إلى الموت. أما أقل المشكلات التي يتعرض لها الغواصون فهي إصابة الأذن عندما يتغير الضغط المحيط بها، يسبب ذلك صعوبة وضعفاً في السمع، وقد يحتاج الغواصون بعدها إلى عملية جراحية. ليست هذه هي المخاطر الوحيدة للغوص، لكن يمكن تفاديها بالتدريب المستمر ومعرفة أسبابها، فجمال البحار يستحق المحاولة.